لو بتحس دايما انك تعبان ومرهق وبقيت عصبي ومش قادر تركز وبتنسى بسرعة، او بدأت تظهر عليك علامات ضعف والتهاب الاعصاب، فاحتمال كبير يكون السبب في ظهور كل الاعراض دي عليك هو نقص فيتامين مهم جدا للمخ والاعصاب، هو فيتامين B12. علشان كده في حلقة النهاردة هنتعرف مع بعض على اهم الاعراض اللي بتظهر بسبب نقص فيتامين B12، وهنعرف كمان افضل المصادر الطبيعية اللي بتحتوي عليه، وايه الاسباب اللي بتخليك معرض لنقص فيتامين B12. انا محمود جمال، ودي حلقة جديدة من برنامج وقاية. يعتبر فيتامين B12 من المكونات الرئيسية للغلاف الخارجي للخلايا العصبية، علشان كده نقصه يعتبر سبب رئيسي من أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب اللي بتظهر على شكل إحساس بخذلان وتنميل وشكشكة وسخونة في الأطراف. وكمان نقص فيتامين B12 بيأثر بشكل مباشر على خلايا المخ والنواقل العصبية، علشان كده ممكن يسبب ضعف التركيز والنسيان بسرعة والتشتت الذهني والارتباك. وكمان بيكون له تأثير واضح على الحالة النفسية والمزاجية، علشان كده نقصه ممكن يسبب التوتر والقلق والاكتئاب. وكمان له دور رئيسي ومهم جدا في إنتاج خلايا الطاقة المعروفة بالATP، علشان كده بيكون نقصه سبب رئيسي في الإصابة بالتعب والإرهاق والخمول المستمر، ولأنه كمان مكون رئيسي من مكونات خلايا الدم الحمراء، فيعتبر نقصه سبب رئيسي للإصابة بأنيميا فقر الدم، وده بيقلل من وصول الأكسجين للمخ وباقي أعضاء الجسم، وبتبدأ تظهر أعراض الأنيميا على شكل الصداع والدوخة وعدم الاتزان وضيق في التنفس وتسارع في ضربات القلب وكمان اصفرار أو شحوب الوجه. ومن أهم العلامات اللي بتميز نقص فيتامين B12 واللي بتكون واضحة عند ناس كتيرة هي تكرار الإصابة بقرح الفم واللسان أو تورم اللسان. وعلى الرغم من الجرعة اليومية المطلوبة من فيتامين B12 جرعة بسيطة لا تتعدى 2.4 مايكروجرام، لكن في أسباب كتيرة جدا ممكن تعرضك لنقص فيتامين B12. أول وأهم سبب فيهم هو عدم تناول المصادر الطبيعية اللي بتحتوي على فيتامين B12 بكمية كافية، ومن أفضل المصادر دي هي المصادر الحيوانية وخصوصا الكبدة واللحوم الحمراء والأسماك. وكمان تعتبر لحوم الدواجن والبيض والألبان ومشتقاتها من المصادر الطبيعية المهمة جدا لفيتامين B12، لكن في بعض الحالات ممكن يحصل نقص فيتامين B12 على الرغم من تناول المصادر الطبيعية ليه، وده ممكن يحصل نتيجة تناول بعض أنواع الأدوية اللي بتمنع أو بتقلل امتصاص فيتامين B12 في المعدة. ومن أشهر الأدوية دي الأدوية اللي بتحتوي على مادة الميتفورمين اللي بيستخدم في تنظيم مستويات السكر في الدم لمرضى السكر من النوع الثاني. وكمان استخدام أدوية علاج الحموضة وعلاج قرحة المعدة لفترة طويلة بيقلل من امتصاص فيتامين B12 من الأكل. وكمان الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي زي القولون العصبي أو مرض كرونز ممكن يكون السبب في نقص امتصاص فيتامين B12 من الأكل. واشهر سبب بيستنزف ويستهلك فيتامين B12 اللي بتاخده عن طريق المصادر الطبيعيه هو تناول السكريات والنشويات بكميات كبيره، وفي الحالات دي كلها بيكون الاعتماد على حقن فيتامين B12 هو الحل المناسب للعلاج والوقايه من نقص فيتامين B12. دمتم دايما بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.